الطلاب الآن أيضا راح نأخذ نسقط عنصر مستوي على شبكة أشمت، على شبكة أشمت. طبعا أنا دائما أريشكم تنتبهون يعني على الاتجاهات. بالمحاضرات القادمة مثل هو راح يعطيني قيمة ميل، لكن هو ما يذكر لي الاتجاه. شوف هسه هنا أنا مثل ما قلت لكم، أنا هذا الرقم الأول يمثل قيمة المضرب، وهذا اللي هو خط المضرب، وهذا شو راح يمثل لي قيمة الميل. أما الـ NE يمثل لي اتجاه الميل. بالمحاضرات القادمة ما يعطيني اتجاه ميل، يعطيني فقط رقم. فأنا لازم شنو، أنا لازم أعرف قراءتي زين. راح يعطيني فد معلومة من خلالها راح أعرف شلون أقيس الميل. هسه خلونا بهذا يعني المثال. هذا المثال يقول لي خط المضرب يكون باتجاه نورث 40 درجة باتجاه الإيست. إذا أنا وين قراءتي محصورة بهذا الاتجاه من النورث للإيست. شقد قيمته؟ 40. خط المضرب راح أجي 10 20 30 40، هذه هي قيمة المضرب. هذا من راح أجي قيمة الميل 60 درجة نورث إيست. إذا هو وين؟ من النورث للإيست. إذا هم قيمة الميل بهذا الاتجاه أقيسه. فبهذه الحالة راح أسوي، راح أخلي 40 اللي قيمة خط المضرب إلى أن تنطبق مع النورث. أوكي، قيمة النورث هذه شوفوا شباب الشكل. أوكي، وراح أجي أقيس قيمة، شو راح أقيس؟ راح أقيس قيمة الميل. من أعرف أقيس قيمة الميل؟ قيمة الميل أقيسها من هذا الاتجاه لأنه محدد لي من النورث للإيست. هذه 10، هذه 20، هذه 30، هذه شنو؟ شقد هذه 40. هذه هي، وأحسب دائرة، أرسم دائرة عظمى. أوكي، شنو رسمت هسه؟ رسمت دائرة عظمى. هذه هي الدائرة العظمى، شنو راح تمثل لي؟ راح تمثل لي هي هذه شنو؟ قيمة الميل، قيمة الميل. الآن شنو راح آخذ؟ يعني هسه أنا ميزت إنه العنصر المستوي من أمثله على شكل نقطة، أما العفو العنصر الخطي أمثله على شكل نقطة، أما العنصر المستوي راح أمثله على شكل دائرة عظمى. بنفس الوقت دائما اكو فتشي شنو اسمه عندنا؟ اسمه قطب المستوي، او ما يسمى بالقطب بول، اللي هو يمثل مسقط العمود على المستوي. مسقط العمود على المستوي اي انه يصنع زاوية عظمى. زاوية شنو قيمتها؟ قيمتها 90 درجة. 90 درجة. شلون راح امثل هذا البول على الشبكة؟ شو راح اسوي على هذه حتى مالتي؟ اوكي، لهذه حتى مالتي لازم المضرب، قيمة المضرب اللي هي تكون باتجاه النورث والساوث، يعني ينطبق على اتجاه النورث. وراح احسب ايش قد 90 درجة، مع انه هو شنو قلنا؟ هو راح يشكل لي زاوية مقدارها 90 درجة ويا من ويا المستوي. اذا على هذا الاساس راح احسب ايش قد 90 درجة. لكن 90 درجة من وين راح احسبها؟ راح احسبها من هنا، شوفوا، احسبها من هنا، احسبها من تقعر الدائره، اللي هو من احسب 10 20 30 40 50 60 70 80 90. هذه هي قيمه البول، او ما يرمزوا له احيانا اسمه. هذا هو فرها. اذا الان حاليا مثلت العنصر المستوي، شوفوا شباب، هذا هو العنصر المستوي اللي قيمته شقد؟ اللي قيمته قيمة خط المضرب 40، وقيمة الميل اللي هي 60 درجة. هذا هو يعني هذا هو تمثيلهم على شبكة أشمت.